الله وبركاته. مرحبا بكم مع شهيوات ام سليمان. اليوم جيتكم بواحد الشهيوات المكرونيك والفواكه البحر وشويه الخضره. هذا في دوا، احنا هذا النوع هذا انا كنعمل هذا النوع هذا كنقولوا له هنايا في دوا، نتوما عملوا النوع اللي بغيتو. انا كنعمل حتى في السباكيتي كنعملو، وكنعمل واحد جوج سنونات ديال الثوم، شويه القزبر والمعدنوس، كنرجع هنا كنعمل فلفل حمار، فلفل خضار، سوريمي، الجامبا عندي هنايا مقشره معدله. انا كنعمل هذا النوع عدد الحوت نسميه البانغا البانغا، وهذا المحار، شويه الجامبا وشويه الجلبانه. غنمشيو لطريقه التحضير ونوريكم ان شاء الله. نسيت ما قلتكم شي توابل، عندي هنايا الزعفران ها هو على حسب الذوق، جوج مغرفات باش يرجع الصفر شويش، واحد جوج المغرفات هادو. انا عندي هاد المغرفات هادو صغيورين بزاف بحال القهوه ولكن صغيره نتاع القهوه. وغنعمل جوج ديال الفلفل الحمار الحار، كل واحد حر اللي يقدر يعملو اللي ما يعملوش ماشي مهم، انا كيعجبني الحار كنعمل الحار. وشويه ديال الفلفل الاسود غير شويه، وعندي هنايا الكمون والملحه. دابا غنعملو هنايا واحد شويه ديال الزيت البلديه، كل واحد يعمل الزيت اللي عجباتو، انا كنعمل واحد تشريطو د الزيت ديك الساعة نكبو هنايا، نكبو هنايا الفلفل الحمار والفلفل الخضر، هما اللوالة دائما هما اللوالة، كيف كيتعطلو شوية هما اللوالة. من بعد ما رطبنا شوية الفلفل الحمار والفلفل الخضر ضيفنا الجلبانة، ودابا شوية مزيانين طايبين، ماشي طايبين نص طياب. ودابا غنرشو عليهم شوية ديال الجامبا، وغادي نعملو شوية ديال الحوت هذا، وغنخلطوهم. هي تقريبا بحال باهية بالحق، ماشي باهية باهية، وشي نهار إن شاء الله يكون عندي الوقت عاود نعمل لكم باهية اسبانيولا باش تشوفوها على حقها وطريقة إن شاء الله يا ربي. ودابا كنخليهم شويش مفلاش، ها هي دابا ان شاء الله نعملو القزبر معدنوس والثومه. ها هي نعملو القزبر معدنوس والثومه، ودابا نمشيو للتوابل غنوريكم شنو غنعملو فيها. ها هي شويه ديال الزعفران ها هو، وكل واحد كيف كتعجبو، واحد كتعجبو الصفيفره مزيان واحد لا، انا كنعمل الحار غنعمل عليه شويه ها هو. غنعمل فلفل اسود ها هو، فلفل حمار جوج مغرفات، انا عندي هاد المغرفات صغيورين بزاف ما تشوفوهمش هنايا ويجيب لكم الله اكبر، اذا هما صغيورين تاع على الكافيه تاع على القهوه. غنعمل الخرقوم تاع هما جوج هكذا، وغنعمل شويه ديال الكيمون، والكيمون غير وحده هايده معمره. نحركو، وعندي هنا الحوت والجامبا وكلشي مخلط، نحركو مزيان. نتوما بعد ما عملنا كلشي دابا نعملو المحار ها هو، حيت المحار كيكون تقريبا طايب في الماء، ما خصناش نعملوه يطيب بزاف. والسوريمي حتى هو هذا صافي، كتكون غتطفي البوطه كيكون تعملو يطفي العافيه عملو. وهذا شويه ديال الجامبا دابا غنخلط كلشي مع بعضيتو، والطبق ديالنا واجد ان شاء الله. وعندي مكرونه من بعد ما سلقتها ها هي كيفاش كتكون، سلقتها في الماء والملح شويه ديال الزيت باش ما تشبرش. ودابا غادي نطيبوها هنايا حتى هي مع هذا الشكل بحال هذا الشكل هذا هكذا، نخلطوها مزيان. او نسيت ما قلت لكم شي، اللي كيعجبوها بكريم هو هذاك كنور، يعملوا ديال الحوت كيزيد يعطيها شويه ديال اللذه، هو الديد كيجي هايده بلا كنور بالحق. الا بغيتو تعملوه عملو المذاق ديال الحوت، وكيجي غزال وبنين وكيعجب الكبار والصغار. هاد الطبق هذا كيجي بنين بزاف، ونتمنى يعجبكم وتساندوني ونعمل لكم الشهاوي، وباقي ان شاء الله نزيدكم الشهيوات. وكي راه كيجي البنين بنين بنين بنين، ها النهائيه ديالو كيفاش كتكون هكذا. وان شاء الله في طبق التحضير عادي تشوفوه في اخر ان شاء الله بشويه ديال الليمون الزواق، وين في الاخر نتلاقاو ان شاء الله. هاد الشريده باش نرفقوا بها المكرونه ديالنا بالفواكه البحر والخضيره،
كتجي خفيفه ومزيونه. انا غنوريكم، عندي هنايا الخاص وعندي هنايا الكرنب الاحمر هنايا مع خلطين مع بعضيتهم. هنا عندي مايونيزا وجوغور طبيعي، جوغور طبيعي ومايونيزا مخلطين مع بعضيتهم. كنعملوا شويه ديال الاناناس، شويه ديال واحد التفاحه، واحد البنانة، هاد الطوماطي ماتيشه اذا صغيوره تشيري كنقولوا له هنايا، وشويه ديال القرقع. وغنوريكم كيفاش كتحضر. كنبداو من هنايا كنشبروا الاناناس ديالنا وكنعملوا هنايا هذا ديال اللاطا. الا بغيتي تشريو اللاطا ثلاثه ديك اللي مدورين ثلاثة درو دخاس هذا الاناناس. كنزيدوا فوق منه التفاح هيدا، كنزيدوا فوق منه البنان هكذا، كنزيدوا فوق منه ماتيشه هادي هكذا، وكنعملوا القرقع ديالنا هيدا. وديك الساعه نتا كنكبوا عليه هذا الخليط، واحد جوبر ناتورال طبيعي ومع ثلاثه المغارف د مايونيزا كنكبوهم عليهم هيدا. الا جاتكم السوسه شويه ناقصه الملاح اللي ما كيعجبوش الملاح، كل واحد كيفاش كتعجبو، واحد كتعجبو مالحه واحد مسوسه، كل واحد كتعجبو. دابا ها هي كيفاش نيه، وملي نعملوها في بلاطو في طبق التحضير نوريوها لكم. انا باقي فمي كيمشي بالاسبانيوله وسمحوا لي. احنا سالينا الطبق الشيوات ديالنا كيف ما وجدوا لنا، ها الشلاضه كيفاش كنقدموها، نتوما قدموها كيفاش ما بغيتو. وها المكرونه ديالنا بالفواكه البحر والخضيره، ها اخر النهايه ديالها كيفاش كتكون. نتمنى تعجبكم وتنال اعجابكم، ونتمنى نكون عند حسن الظن ان شاء الله. كتجي بنينه بزاف، جربوها وغتعجبكم ان شاء الله. ونتمنى على ربي ان شاء الله يعجبكم هاد الشهيوات اللي عملت لكم اليوم، خفافين وظرافين. ونتمنى لكم السعاده ومع شهيوات ام سليمان ان شاء الله في مره اخرى ان شاء الله. وشكرا بزاف.